وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الباحث والكاتب السياسي الليبي محمد العمامي. إذن اعتراف مباشر من وزير الخارجية القطري بتمويل بلاده الإرهاب في ليبيا والساحل الأفريقي تحت غطاء المساعدات الإنسانية، ما تعليقك سيد العمامي؟ والله هذا أمر أعتقد أنه يصب في مصلحة قطر بالدرجة الأولى، لأن العالم كله يتهمها، وأن الاعتراف هو بداية حل الأزمة وبداية تصحيح الأخطاء. تصحيح الأخطاء طبعا ما ينبغي أن يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، ناهيك أن يتعاونوا مع الجهات المختصة على تقديم هؤلاء الذين مثلوا الجانب الليبي في قتل أبنائهم وتشريدهم وهدم مساكنهم. كل هذه الأشياء بالتأكيد سوف تؤدي إلى إنهاء حالة التأزم القائمة الآن تجاه قطر، ليس من ليبيا فقط ولكن من بقية الدول التي تأذت. نحن نعلم أن السلاح الذي وصل إلى ليبيا من قطر وصل اتجه بالأمر الصح هرب إلى مصر واستعمل هناك، وهناك ما يؤكد ويفيد ما يفيد مثل هذه الأشياء. إذا أعتقد أن هذا الأسلوب هو بداية حالة أزمة بالدرجة الأولى، وبالتأكيد إنهاء الأزمة القائمة الآن التي تواجهها قطر. سيد العمامي، هناك منظمات حقوقية عديدة من بينها لجنة العقوبات في الأمم المتحدة طالبت بفتح تحقيق رسمي بعد الاعتراف القطري بدعم الإرهاب. نحن في بداية الطريق لفتح ملفات أخرى طالت العديد من دول الجوار ومنها دولة مملكة البحرين. بالتأكيد 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 هذه بداية الأزمة أو حالتها أو نهاية. أولا علينا أن ما حدث بالضبط، ثانيا ولماذا فعلوا ذلك، ثالثا وهو الأهم معرفة من هم أبيعتهم، لأن هؤلاء لن يتوانوا في تقديم مساعدات ودعم للأجسام الأخرى، وبالتالي نحن لم نقضي على الإرهاب تماما، لأنها الخطوة الأولى، لأن الإرهاب متفشي للأسف الشديد، وينبغي على العالم كله أن يقف وقفة واحدة لإنهائه، ذلك إن كنا نريد السلام لهذا الكوكب الذي بدأ يضيق بالإرهاب وتداعياته ليس في ليبيا فقط ولكن في مناطق كثيرة للغاية. إذا من القاهرة الباحث والكاتب السياسي الليبي محمد العمامي، شكرا جزيلا لك.